الخبر اول اللي عدنا عن نور مار وشنو قاعد يصير وياه. فنور مار نزل شويه ستوريات كان يقول بيها انه صار وياه حاله كلش طارئه، وراح ينزل لنا مقطع يوم الخميس راح يشرح لنا شنو صار وياه بالضبط. فشو تتوقعون يا حبايب صار وياه بالضبط؟ وراح احط لكم الستوريات تحاولوا تفهمون من عنده. والله يا جماعه صارت معي حاله طارئه، فيمكن يوم الخميس يفيدوا على اليوتيوب وراح ينشرح فيك ايش صار ووين ايش راح يصير ووين راح يصير. راح تشوفوه يوم الخميس. على فكره تاكدت انه يوم الخميس في مقطع على اليوتيوب، خليكم جاهزين يوم الخميس في مقطع على اليوتيوب هام جدا. ننتقل حاليا لانس شايب وصول حسابه بالانستغرام الجديد بعد ما تهكر حسابه يا حبايبي اللي كان بمليونين لل 400,000 متابع. فان شاء الله الف مبروك عقبال ال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب انه تباركوا له بكومنتات على هذا الانجاز. اما بالنسبه لغيث مروان يا حبايب ودخوله للمستشفى، فغيث مروان نزل شويه ستوريات قاعد يقول بها انه حاليا راح ياخذ الجرعه الثانيه من اللقاح مال كورونا. فنزل شويه ستوريات من داخل المستشفى راح احط لكم اياها شوفوها. جايز صباح الخير، كيفكم شو الاخبار؟ يوم جيت اخذ اللقاح الثاني بعدين خلص صير انا مطعم. إذا ما نزلت فيديو اليوم معناته بالفرشة. اوكي. وطبعا غيث مروان يا حبايب هو نارين بيوتي انتشرت لهم صورة جديدة امبارحة، ولكن يا حبايب هذه الصورة اللي انتشرت هي صورة مو حقيقية وانما فوتوشوب. فهذه الصورة يا حبايب كأنه نارين بيوتي تطلع على غيث مروان بنظرة رومانسية، ولكن نفس الفانز اللي نشر هذه الصورة يا حبايب وضح انه هذه الصورة تركيب يعني مو حقيقية فوتوشوب. في صورة يا حبايب حاليا تنتشر لا تصدقوها الا الصور اللي انا حشركم اياها مثل امبارح نزلت لكم الستوري كان حقيقي. انتظروا اي شيء ينزل على قناتي مملكة القصص وبس، شو اكتبوا لنا بالكومنتات رايكم. اما بالنسبة لنارين بيوتي يا حبايب والوشم مستودة، فنزلت في الستوريات تسوي بها وشم، ولكن يا حبايب هذا الوشم اللي سويته هو مو حقيقي، فكانت كاتبة تاتو مزيف يا جماعة. وبالاضافه يا حبايب نزلت شويه ستوريات، وبهذه الستوريات موضح بها انه هي كانت شويه حزينه، قاعده تقول بها انه بهذه الفتره قاعده تمر باشياء كلش صعبه وصار بها كسر وراحت للمستشفى وقاعده تمرض هوايه وتطلب من متابعيها انه يطلعون يدعوا لها، فالله يشفيها يا رب وان شاء الله ما بها الا خير والعافيه وان شاء الله يمر عليها كل هذه الاشياء بسهوله، واكيد ادعوا لها يا حبايب ان شاء الله ما بها الا شيء. اوكي جايز، اول شيء سوري الحب اللي هون بس هيك. اوكي، في شيء كثير غريب عم بيصير معي بالايام اللي مضت ولحد اليوم، ما بعرف ليش او كيف او شلون او شو القصة شو السبب، بس كنت عم نصور شغلة من فترة وانا عم صور بوقع عن الدرج وبتكسر، ما بعرف بدي حاول فرجيكم علامة ليكو اذا مبينة، هي كلياتها هي الاصابة من الدرج. بكون كمان عم اصور شيء انخزق البنطلون الوحيد اللي عندي وانا عم البس، صوت كنسل هذا كلمه مش حد. اليوم وانا بالسياره استفرغت والحمد لله انه حاليا لانه سيارتي مصيبه اوكي سو كنت بالسياره بعد ما خلصت من الايفنت كنت بالسيارة ولا فجأة بصير عيوني بطلوا يفتحوا، سو اضطريت صف على طرف، ولا فجأة من دون أي تحذير أو إنذار بلش بستفرغ، والحمد لله إنه كان في معي كيس اللي هو كنت حاطة فيه شوز هاد لون لأنه كنا عم نصور سو بغير السيارة وكل شيء وكذا، فبعدين راسي صار كتير يعني ما قدرت أسوق وكذا وكذا وكذا، فما بعرف شو في كمان الله مخبيلي، بس بدي أقول الحمد لله على كل شيء و بحس ماما حتضربني لانه حتعرف الاشياء من الستوريز، ما بتعرف اللي بتعرف انه وقعت عن درج وانخزق بنطلون وصرت استفرغت اليوم، بس ادعوا لي و تمنوا لي كل الخير وبس. وبصراحة حبايب وصلت المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسون تفجرون هذا المقطع باللايكات وبس، جايكم في هزة مقال من مملكة القصص، مع السلامة.